وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال اما ان يعجل الله له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر <applause> نعم أحمد. نعم هذا حديث عظيم في في في, في الباب هنا آه في, في الايات التي تقدمت ان الدعاء مستجاب ان الدعاء مستجاب وانه لا يرد ادعوني استجب لكم فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فالدعاء مستجاب لكن قد يسال المرء دعوت ودعوت فلم يستجب لي أو لم أرى إجابة فيأتي هذا الحديث يوضح هذه المسألة بجلاء يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله عز وجل, عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال يعني الدعاء مستجاب إما أن يعطى المسألة عينها التي سأل الحاجة التي سأل إما أن يعطاها واما ان يصرف عنه من السوء مثلها او ان تدخر له اجرا يوم القيامه فهي مستجابه وليس شرط الاجابه ان يحصل ماذا؟ يعني مثلا انسان مريض ودعا الله سبحانه وتعالى ان ان يشفيه ثم لم يحصل الشفاء لا يقال اني دعوت الله فلم يستجب لي ما يدريك قد يكون الله عز وجل ادخر لك شيئا اعظم من الذي طلبت مثل ما بين نبينا عليه الصلاه والسلام او صرف عنك سوى اعظم من ذلك ولهذا من سال الله ما من مسلم يسال الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث ما قال الا اعطاه الله عين ما سال قال اعطاه الله احدى ثلاث اما ان يعجل له دعوته التي طلب يعني يعطيه عين ما سال أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يصرف عنه من السوء مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر